باشرت مديرية مرور الأنباري وبالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة بمنع سير الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقا ثبوتية ولوحات تسجيل قانونية في عموم المدن. مواطنون في مدينة الرمادي طالبوا القوات الأمنية بضرورة إعادة النظر بقرار حظر الدراجات النارية وخصوصا ما يعرف بالستوتة، لأنها تعتبر مصدر رزق المئات من العاطلين عن العمل. يجي طلع على 10,000 درده يعيش عائلته، اليوم ممنوع، محارب، محارب رزقه. احنا اصحاب محلات العند يعني 7-8 عمال، شاكلون شيشربون، اليوم ممنوع، باكر ممنوع، شيله والقحة. هذا مو قرار، مو حل. احنا كنا ويا القوات الامنيه، كنا مع القوات الامنيه، هاي محافظتنا وهاي مدينتنا ولازم نحميها. ناشد السيد الفريق بين شوية يعيد النظر بهذا الموضوع. نريد أهم شيء أهم شيء أهم شيء إحنا ندور الأمان، يطلعونا يحلونا حل، يوضعونا بهاج. نطلب من المسؤولين أحد أن يشوفونا صورة حال على الحجز المواطير أو تسجيل أو كذا. لازم يكون يعني تعاونهم ويا المواطن من يروح يسجل، تعاون تسهيل أمر يكون قوي. يعني بس هاي نترجاها، أكو ناس عندها ستوتات عاش عليه. يرى مراقبون أن نحو 70% من أهالي الرماد اليوم يعتمدون على الدراجات النارية، خاصة للموظفين والطبقة الفقيرة، داعين إلى أجراء دراسة مفصلة حول القرار واتخاذ ما يلزم. قرار إيقاف أو منع السائقي المركبات الدراجات البخارية والنارية ودراجات الشحن وأصحاب الستوتات قرار غير صحيح بصراحة، خصوصا من أبناء الأنبار، وخصوصا أتحدث اليوم من الرمادي. 70% من أبناء تلك المدن هم عايشين على قوتهم يومي، يعني هذول عاطلين عن العمل، أصحاب شهادات يجون من مناطق أطراف المدينة في سبيل يطبون المدينة حتى يعيشون. يعني قد يكلف إذا ما أخذ دراجة ودخل المدينة 5,000 تاكسي، و 5,000 يعني هو باليوم إلى 15,000 أو 10,000 ينطيها للتاكسي. هذا القرار يجب على المسؤولين في العراق أن يضعوا لهم دراسة. شهدت محافظة الأنبار في الآونة الأخيرة زيادة لافتة في أعداد الدراجات النارية في شوارع المحافظة، حيث أصبحت وسيلة لكسب العيش للكثير من الشبان العاطلين عن العمل. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.